هلي هلو، مرحبا حبايب قلبي اعزائي المشاهدين الكرام. طبعا اليوم فلوقنا اوستا فيرين. طبعا الاوستا هو عيد الفصح، وهاي اليوم معزومين بشوفوا لي الاجواء. سلامكم العافيه طبعا، واليوم راح نعطيكم بجوله جميله ان شاء الله. تعالوا خلينا نراويكم الشباك والمنظر شلون جميل بالبيت اللي معزومين بيه. ليتس جو. بس شوفوا لي الطبيعه. شوفوا لي الطبيعة. هاي تقعد الصبح، شوف هاي الجبال الجميلة قدامك، وهذا الهواء. طبعا الهواء فريش، الفريش يعني بالألماني يعني نقي. ويلا خلينا نروح نكمل جولتنا حبايب قلبي. هلي هلو، مرحبا حبايب قلبي اعزائي مشاهدين الكرام. طبعا اليوم رجعت لكم بفلوق اوستا فيرين. طبعا اوستا فيرين اليوم الاجواء غير اجواء. تعالوا خلينا نراويكم المكان ونشرح لكم شوي عن الاوستا فيرين. ليتس جو. طبعا هاي هنا المكان ترفيهي للاطفال. هنا يجون الاطفال يدفعون دخوليه ويلعبون ويستانسون واهلهم. طبعا هو الاوستا فيرين يعني عطلة أسبوع كامل للمدارس والأطفال، فالأطفال يحصلون على هدايا وعلى رحلات سفرات يعني من أهاليهم. طبعا وهاي هسه مثل ما تشوفون ما شاء الله البيضات كل وحدة ايش كبرها. طبعا البيض بعيد الفصح جدا مهم، فهنا يعني يكبرون الهدايا والأطفال، وحتى اكو بعض الكبار هم يدورون على الهدايا واللي يلقى هديته ياخذها. وهذا شلون العملاق. هاي مرة، هاي مو رجال، مرة هاي. ابو شون ها؟ يا زي سان فراو. وهاي طبعا رجلين مال عجل مال صخر. طبعا تعرفون هاي منو؟ هاي ليلى والذيب، هم عندهم هنا عمي. بس هنا شنو اسمها؟ رود كيبشن وميت بوزة وولد، يعني ليلى والليلة ذيب ولك عمي. طبعا شغلات صغيرة بس حيل غالية، يعني ذكل السوس. بيتا. طبعا هنا هم راح تلقى، طبعا راح تلقى هنا هم شغلات هيك صغيرة مشكلمة، بس سعر الوحدة 20 دولار. هاي يعطوهن هم هدايا. وهذا عمي بابا نويل. طبعا شغلات صغيرة بس يحبوها هم ويشتروها. طبعا ب 20 دولار انا بالنسبة لي ما اشتريها. هاي شوفوا. شوف هاي شلون حلو، حلاته الكلب شلون يلعب. ها طبعا بعد صغير، هذا يصير بعد اكبر. روعه يا اخوان. طبعا احنا هسه رايحين وين؟ جارتن هيرشتتن، يعني حديقه الزهور. فخلوكم وياي وخلي نراويكم الاجواء مالت اليوم شلون تكون، وهذا البارك شلون جميل. ليتس جو. هذا هنا قسم الجهال يصبغون وجوهتهم وترتيبات وتعديلات.
صارت الأجواء رومانسية هسه الدنيا غيمت، بس المكان والله جميل. أول مرة أجي له، أنا صار لي هنا 6 سنوات ونص ولا جاي له ولا مفكر بيه، لكن اليوم وصفيرين فكنا طبعاً أماند اللي صديقتي قالت خل نروح هناك نشوف شلون حلو المكان، روعة طبعاً. عالم ما شاء الله، عالم خير من الله طبعاً، مثل ما تشوفون يعني العالم بكثرة بكثرة، ما متوقع يعني كان الزحام صراحة. هاي الرقاق يبا، من يذكر الرقاق؟ هذه هنا هم مجموعة من السلاحف. هذه هنا الأرانب، واو طبعا هنا عندهم الماعز مثقفة ومكانها محطوط. شنو هذا الحيوان الصغير؟ واو شنو هالجمال، هذا مكانها. ها شنو هذا، قنفذ؟ يا يا طبعا جاي تشوفون هذني كل مكان مطشرات، شوف هذا هنا أنا واحد، واحد هنا، واحد هناك. هاي تجي العالم هنا توقف ويتفرجون على الحيوانات. هاي صخلة مو؟ Wachsen Blumen auf jedem Balkon, an jedem Bach, in jedem Weg, Orchidee und sieben Stäbe. أكثر شيء يعجبني بالربيع شكل هذه الأشجار الوردية. طبعا هذا المكان من بلشت كورونا مقفول، وهاي السنة الأولى يرجعون يفتحونه العالم والازدحامات مثل ما حتى تماسيح اكو جوا، كوكوس هم اكو، كوكوس كبيره شيء مو طبيعي. شوفوا جمال الماء. طبعا يتم افتتاح هذا البارك في الشهر الثالث الى الشهر العاشر. اوقات الافتتاح هي من الساعة 9 الصبح الى الساعة 6 عصرا. الثلاثاء عطلة ما يفتحون، وبيوت الطيور والحيوانات يسدوها الساعة 5 العصر. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، هذا الشيء يدعمنا.